رعاية. ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام وفرسان حلم الاضواء المراسلين والمصورين اللي تعبوا معانا، وما زلت هقعد كده لحد ما اخلص الحلقه اقول لكم اللي تعبوا معانا. معانا النهارده اصغر مراسله واصغر مراسل، معانا منى محمود من اسكندريه، اصغر مراسله موجوده في الساحه الرياضيه. جميعا منورانا يا منى. بنورك والله يا كابتن، وسعيده جدا ان انا النهارده موجوده في ضيافتكم، واتمنى ان شاء الله انها هتكون حلقه خفيفه على الساده المشاهدين ان شاء الله. هي مش اصغر مراسله وبس، لا، ومراسله جيده جدا طبعا، واكيد انتوا تابعتوا تقريرها معانا. ومعانا هو اصغر مراسل لكن مش اقصر مراسل، هو المؤمن صلاح. منورنا يا كابتن مؤمن. نورك يا كابتن خليل، ربنا يخليك. ده انا سعيد جدا ان انا متواجد مع حضرتك النهارده في البرنامج الجميل ده ومع الاخوه الزملاء. انت يعني انت دائما يعني بستمتع بتقريرك اللي انت بتجيبها، ودائما ليك الافيه الحاضر واحنا في المونتاج، لان دائما بيبقى الضيف بتاعك قصير وانت طول مش عارفين نجيبكم مع بعض في واحنا بنعمل المونتاج. ولا ايه، انت مواطن، انت جايب اخرك يعني، انت عامل اللي عليك ونازل بالمايك. لكن ما تبقى هات حاجه ووقفوا عليها كده لا انا بس تقريرك جميله والله. ربنا يخليك يا كابتن. يمكن احنا نتذكر مع بعض التليفونات اللي عملناه، وفي الاخر طلعنا بالتقرير في المباراه اللي كانت الشرطه محوطانا من كل ناحيه. انت رحت صورت منين؟ طلعتوا فين بالكاميرا انت محمد؟ والله كان يوم صعب يعني فعلا. كانت مباراه ابو سوير وايه بس مفكر الساده المشاهدين، ابو سوير والشرقيه. والشرقيه الماتش اللي هو الماتش الصعود للشرقيه، الصعود بتاع الشرقيه. كان ماتش صعب فعلا. يعني الماتش ده كان صعب من يعني كان في تجديدات امنيه رهيبه الماتش ده، بخصوص مثلا عشان ماتش نهائي وصعود وكده، وطبعا الجماهير الشرقيه وفريق ابو سوير فريق جماهيري وفريق الشرقيه فريق جماهيري، فالامور كانت صعبه والامن كان ايه يعني مأمن نفسه اكتر، بحيث ان عارف قدر الماتش وعارف الماتش صعب من الجانبين وكده. فالماتش دوت احنا طبعا رايحين تمام ان احنا خلاص هنجينا على البوابه وكده، فقال لك لا ممنوع دخول اعلاميين وكده الامن تمام. طب احنا دلوقتي حضرتك احنا المفروض دلوقتي نبقى موجودين جوه بحيث ان احنا نقدر نغطي شغلانه وكده تمام. قال لك لا احنا عندنا اوامر ما فيش جمهور يخش. طب احنا مالنا حضرتك، احنا اعلاميين حضرتك شغلنا. مع ان حضرتك يعني اسمائنا كانت موجوده في موجوده على البوابات وكل حاجه، لكن هي جات لهم تعليمات واحنا بنحترم. لما بيبقى في المساله بيبقى فيها امن عام او هم لهم رؤيه احنا بنحترمها يعني تمام، بس برضه بنعرف نتصرف. عملت ايه بقى؟ طلعت في انا عماره ولا فلقيت الموضوع صعب يعني فعلا خلاص يعني مش هقدر ان انا اخش بالبوابه. فاعمل ايه؟ طب الماتش شغال جوه ومش قادر ان انا اخش اغطي الماتش. ففي احد المباني المجاوره للنادي طالع على فوق. استاذنت اصحابها فما فيش مشكله، الناس سمحت لي ان انا اطلع. طلعت من فوق، قدرت ان انا اصور اخر 10 دقائق في الماتش. وعلى فكره هم كانوا احلى 10 دقائق اللي هم فيهم المشكله، حصر الحلم. ما هي اللي حصلت فيها المشكله، ال 10 دقائق اللي انا طلعت فيهم فوق هم اللي حصلت فيها المشكله، والهدف جه فيها. يعني انا اول ما طلعت بعدها بدقيقتين الجون جه بتاع الشرقيه، بعد الجون جه حصلت المشكله والجماهير وخدتها كلها. قدرت ان انا اجيبها من مكان كويس، لان انا كنت في المكان اللي انا فيه موقع كويس. من ورا الجون انا فاكر اللقطه، يمكن هو فنيا ان احنا لازم نبقى في نص الملعب. يعني الكاميرا في نص الملعب عشان تجيب الشمال واليمين، ولكن انت كنت في مكان جبت لي المشكله كلها. جبت المشكله كلها، والمشكله كلها ويمكن المشكله معانا هي الاستاذ محمود عبدين جابها لنا يعني على الهوا هي. تشوف ده كان الرباط، ده لا ده كان الرباط، ده ماتش الرباط وابو سوير. هي مشكله برضه، مشكله ما انت ماتشاتك كلها مشاكل يعني. بس المره اللي فاتت انت كنت جايبها من فوق الكاميرا، كانت جايه من ورا الجون مش كده؟ كنت جايبها بشكل كبير. كانت قريبه، كانت قريبه. لازم نشكر فيها مين طبعا؟ محمد صلاح. محمد صلاح المصور اللي هو مش موجود معانا، ولكن النهارده مؤمن بيمثل اخوه محمد صلاح، هو المصور الرائع اللي بيكون معانا دائما في تقرير مؤمن. منا اصغر مراسله، كيف تواجهي الكاميرا والجماهير اول ما انت اول مره مسكت كده كاميرا واشتغلت معانا؟ والله في البدايه طبعا انا كنت خايفه جدا طبعا متوتره، لان مجال جديد عليا، لكن المجال انا حباه، حبيت اثبت فيه نفسي، خصوصا كمان البت لما تدخل في مجال رياضي بيبقى الامر صعب جدا عليا. لكن الحمد لله يعني توفيق ربنا، وطبعا مساندتك طبعا دينا، وانت كنت الاب الروحي طبعا دينا وبتدعمنا،
فاكيد قدرت ان انا الفتره دي ان انا استفاد منها على الاقل، ان انا استفاد ان انا نزلت زي ما حضرتك لسه كنت ذاكر دلوقتي مع استاذه هبه، ان استفدنا بخبرات قدرت فعلا في المستقبل باذن الله. طبعا انت مش غريبه على الملاعب لانك انت لعيبه سابقه، كلمينا كده. طبعا لعيبه كره قدم نسائيه هي بتعتذر، يعني هي عايزه تعتذر لكن هي ما زالت لسه صغيره ممكن تكمل. كلمينا على تاريخك الكروي. والله طبعا الكره بالنسبه لي هي عشق، يعني انا بحب الكره جدا من لعبت فين؟ من طفولتي لعبت في اسكندريه في سموحه قبل ما يتلغي، وطبعا الكره النسائيه انا في مصر حاله يعني متدهور جدا على عكس طبعا الدول الاخرى طبعا الناميه. لكن انا طبعا يعني الكره في مصر صعب، صعب فيها ان انت تثبت نفسك، خصوصا كمان الكره البنات طبعا بتختلف كتير جدا عن كره الولاد طبعا. البناء الجسمي برضو بيختلف يعني. بس من خلال طبعا المنبر هنا انا حابه ان الناس تهتم بكره القدم النسائيه، حابه الناس انها تدعم البنات وتشجعهم ان هم يمارسوا الرياضه المفضله ليهم مهما كانت. الرياضه مش عيب، لازم الواحد ان هو يدخل في مجال ان هو يحقق ويثبت ذاته. ومن خلال برضو حضرتك بهنئ الثلاث فرق الصاعده للدوري الممتاز، واتمنى ان شاء الله ان هم يثبتوا نفسهم بقى في الممتاز. وطبعا برضو الفرق اللي ما وصلتش بقول لها هارد لك، وبنتمنى لهم برضو التوفيق ان يعني ان خالفهم الحظ في السنه دي ان شاء الله الموسم الجاي يقدروا ان هم يثبتوا نفسهم باذن الله. احنا لو خدناك كده وروحنا على اسكندريه اللي انت كنت بتغطيها، الحمام، ابو قير، فاركو، والله حضرتك ذكرت اللي حصل في اسكندريه. والله حضرتك ذكرت يعني اسماء كبيره جدا، لو هنتكلم عن نادي ابو قير الاسماء ده تاريخ، وبالذات كمان في الممتاز بيه. النادي دايما بينافس في دوري الترقي، السنه دي مش عارفين ايه اللي حصل فيه، يعني استهتار من مجلس الاداره. وانا بقول وبلوم مجلس الاداره على الهواء ان هم تخاذلوا في ان هم يجيبوا لعيبه قادره انها توصل الفرق دي الفريق ده والقيمه دي لدوري الترقي اللي هم متعودين عليه اصلا. زائد كمان برضو ان مع احترامي برضو الكابتن محمد البيضة، انا طبعا بعزه جدا على المستوى الشخصي رغم ان انا ما شفتوش قبل كده، لكن كان مفروض ان الفريق يحصل فيه هزه رغم النتائج السلبيه اللي حصلت، كان مفروض ان هو ينسحب على الاقل لقيمه كابتن محمد البيضة. حتى لو مفيش تدعيمات كويسه المفروض ان كابتن محمد البيضة كان ينسحب في الفتره دي ويحصل هزه. يمكن معانا مباراه دمنهور اهي وابو قير الاسماء ده، طبعا دمنهور كانت من مجموعه اسكندريه. دمنهور يعني من انديه الصراحه يعني اللي انا حزنت على المستوى الشخصي انها ما وصلتش، يعني سوء توفيق برضو. وطبعا الكره حظوظ كل فريق بالظبط كده، كل مجتهد نصيب. وطبعا الفرق اللي وصلوا اكيد تعبوا، سواء نصر التعدين او طنطا او الشرقيه. وطبعا الشرقيه اتمنى لها برضو التوفيق لانها قاعده عريضه جدا من جمهور، يعني 9 مليون نسمه. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المرحله ان شاء الله. نروح بقى للشرقيه ونقول الف مبروك، انت من الفرق اللي كنت ضغطتيها الشرقيه وصعود للدوري الممتاز. اخر اخبارهم ايه؟ ايمن الميزان خلاص طبعا. اخر اخبار نادي الشرقيه امبارح بالفعل تم الاستقرار على قيمة 8-9 لعيبه، ده اللي هيستمروا مع الفريق في الدوري. وتم استغناء عن باقي اللاعبين. في طبعا رجال اعمال، في دلوقتي رجال اعمال هتبدا تدعم فريق الشرقيه بحيث ان هم يقدروا يجيبوا لعيبه على قد المسؤوليه، بحيث ان هم يقدروا ينافسوا عن في دوري الممتاز. لان اخر تورط الكابتن حمدي مرزوق قال لك احنا مش عايزين نلعب بحيث ان احنا نلعب ممتاز ولموسم واحد وبعد كده نرجع تاني، قال لك لا احنا عندنا هدف وعندنا حلم ان احنا نخش في المربع الذهبي وننافس، ولو الامكانيات امكانيات كمان ان احنا ننافس على الدوري. فقال لك احنا موجودين ورجال اعمال هتدعم، وفي جمهور الشرقيه طبعا 9 مليون شرقاوي ورا نادي الشرقيه. فالشرقيه في حب هناك يعني لكره القدم ده غير طبيعي. طبعا نادي جماهيري يعني كبير. طبعا النادي جماهيري كبير، يعني مش اقل من نادي الزمالك، النادي الاهلي. جمهور هناك بيعشق كوره كابتن، يعني انا وانا بغطي الماتش هناك يعني الجمهور يعني الامن وكده منع الجمهور يخش الملعب. الجماهير كلها طلعت فوق المباني حوالين الملعب عشان تتابع الماتش، يعني في حب رهيب غير اللي كان موجود مثلا في الشوارع بيتابع من على القهاوي. عشان كده ربنا ترجم ليهم ربنا هو اجتهادهم واداهم الدوري الممتاز. نتمنى ليهم الاستمراريه ان شاء الله، وزي ما بتقول زميله منا محمود احنا نتمنى ان القاء الضوء على الكره النسائيه، وانا بوعدها من هنا ان شاء الله في الموسم الجديد هنكون عاملين فقرة خاصة للكرة النسائية ونلقي الضوء عليها، وهيبقى برضو من خلالك ومن خلال مراسلتك خصوصا على الجانب في اسكندرية ان شاء الله. بنشكرك يا منة على ما قدمتيه لحلم الاضواء.
وبنشكرك على حضورك وبنقول لك ان شاء الله يكون الافضل قادم باذن الله في المرحله الجايه. والله يا كابتن انا بشكرك جدا وسعيده طبعا بالاستضافه الجميله دي، واشكر كل الزملاء اللي تعبوا واللي اجتهدوا وعانوا كتير جدا، واتكلم عن المعاناه دي لانها فعلا كانت معاناه كبيره جدا لنا، وبشكرك طبعا واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع باذن الله الموسم القادم، وان احنا نعمل موسم افضل الموسم ده، خصوصا كمان البرنامج لسه زي ما حضرتك ذكرت لسه جديد، لكن قدر ان هو ينافس وسط كوكبه من البرامج الكبيره. بقالهم سنين يعني يا ماما، انا بشكرك انتوا وصلتونا وحطيتونا في مكانه كويسه جدا مع برامج بقالها فترات طويله. حضرتك يا كابتن في مجال يعني دوري خارج الاضواء الكابتن يعني خليل اسم، احنا بنتكلم على برنامج برنامج حلم الاضواء الكابتن خليل، لكن احنا مش بعاد عن القسم الثاني بقالنا سنين. لا حضرتك اساس الدوري الاضواء يعني حضرتك لله. يعني اسم كابتن خليل اول من بدا في الدوري القسم الثاني التغطيه الحمد لله، فده مش من فراغ، ويعني بسم الله ما شاء الله البرنامج بتاع حضرتك في تقدم وفي نسبه مشاهده عاليه جدا في يعني حضرتك في نسبه قصيره قدرت ان انت تلفت انتباه المشاهدين لبرنامج حلم الاضواء، ليك المشاهدين دلوقتي في وضع كويس الحمد دلوقتي. لله هو طبعا ده كله وده نتيجه يعني الزملاء وفريق العمل كله يرجع ليه طبعا. فالنجاح ده مش من فراغ يعني. قبل ما نختم بس يا كابتن ليا كلمه اخيره، بحب اوجه الشكر طبعا والتهنئه من خالص القلب يعني لكابتن نايل والكابتن ابراهيم صندوق على صعود نادي الحريه الممتاز بيه، واتمنى ان شاء الله ان هم يثبتوا بقى نفسهم وممتاز بيه الممتاز الف باذن الله باذن الله. شكرا. طبعا بشكركم جدا على وجودكم، وما زلت يعني انا مش عايز اعيدها تاني، انتوا بصمه جيده وانتوا اللي حطيتونا على الدرجه العليا في السلم بتاع القسم الثاني، وان شاء الله مستمرين بنجاح في وجودكم ان شاء الله. بنشكركم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين لسه معانا الصعيد فتيات الصعيد وبنت النيل شريهان جمال، نتكلم على الصعيد وايه اخبار الصعيد، مستمرين معاكم بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه